بظل النجاح اللي عم تحققه أغنيته الجديدة عمر عسل، حفلات صيفية كتير عم يحيي النجم اللبناني جوزيف عطية، وكان بين خلال الأيام الأخيرة مهرجان عين سعادة اللي قدم خلاله أجمل أعماله وعلى رأس أغاني ألبومه الأخير الأغاني اللي عملتها إلك. أما فور ما عرفته بوجودنا معه بها الليلة حب جوزيف يرحب فينا بها الطريقة على المسرح. حب يفتتح فيها عطية حفله بها الليلة، ومحبة الصغار والكبار لإله كانت واضحة، فالكل طلب التقاط صورة معه وهو بدوره استقبل الجميع بابتسامة كبيرة. سعادة عطية كانت بالفعل كبيرة بهالمهرجان، الأمر اللي ترجمه أيضا خلال اللقاء اللي أجرى معه الزميل ألان صالح. فعلا السنة المهرجانات عم تكون كثير حلوة، الناس وخاصة مع الألبوم، يعني عم شوف العالم قديه عم تغني غلطة تاني وما بستغني، والأولى والأغاني عم بنبسط كثير. أنا كثير مبسوط هالصيفية، واليوم بعين سعادة، يعني بس شوف هالوجوه الحلوة هيك أول ما تفوت شوف هالمنظمين هالناس كلها الطيبة الحلوة. ان شاء الله نعمل حفله حلوه ان شاء الله. وقت الانسان بفيد النسيان، في مرات الندم يعمل غلطتان، اوقات الانسان بنجد بالاحزان، يمسح دمعه حتى ينزل دمعتان. مثل ما سبق وذكرنا بالبداية، جوزيف كان طرح من أيام قليلة أغنية عمر عسل القريبة جدا من القلب، وكان غنيها أيضا خلال حفله. يعني عمر عسل اللي عملته، بتعرف كل عمل نعمله بنتوقع له نجاح، بس في أوقات أعمال هيك هي لحالة بتفاجئنا، واحدة منهم عمر عسل. فعلا غنية عملت صدى كتير حلو ب24 ساعة، وإن شاء الله تكمل هيك. كثير مبسوط بالأصداء، وأنا الأغنية بحبها كثير، من الأغاني المحببة على قلبي، لأنه بحب هالنوع من الموسيقى وهالنمط من الأغاني. هيدا اللي قاله جوزيف عن الأغنية. أما بالنسبة للكليب اللي صوروا مع المخرج جاد شويري بأكثر من بلد أوروبي، فكان خبرنا عن بعض كواليسه والمواقف الطريفة اللي حصلت معه، وهل هي صدفة تصوير معظم كليباته خارج لبنان؟ بتصدق عم بتسائب، يعني مش منه شيء مخطط، كل أغنية كل عمل بناخده لمطرح بيشبهه بيلبق له، ومناطق حلوة وبلدان حلوة عم نكون موجودين فيها وعم نصور. اللي بتابعك على السوشيال ميديا بيشوف انه الكليب اخذ معكم وقت وكانت اجواء كتير حلوه، خبرني شوي بالكليب شو صار. الجروب الموجود بالكليب كتير مهضوم، بلش من جاد لبهاء ل مين كان معنا لمنح ل ما بدي انسى حدا، كل الشباب كان جروب مش طبيعي كتير حلو. سام اكيد ناسي حدا من الكرو، حتى الكرو الايطالي واليوناني كمان كانوا شباب سوبر لذيذين، فالجو كان كتير حلو. وما بيلبق لك شهر العسل، كنت بدك عمر عسل، رابط عين خلق الغزل ومسك الذهب ايدك غلي. وما بيلبق لك شهر العسل، كنت بدك عمر عسل، رابط عين خلق الغزل ومسك الذهب ايدك غلي.
صورة الإعلان عن الأغنية شفنا أنه فيها شوي جرأة أكثر من غير صور جوزيف منزلها قبل، يعني شفنا فيه القميص والعوينات، خبرني شوي كيف عم يهتم بهذا اللوك؟ مش جرأة، هي أكثر ما هو ستيل، يعني كونسبت بيزبط مع جو الأغنية مع الكليب كلنا. يعني جاد كان عنده هيك الشاطة طبعه، بتعرف جاد عنده أفكار، عنده هيك فيجن تشبهه، وأنا بعمل إشياء وقت كمان جريئة بس تشبهني، حسيت هاللوك بيشبهني وجديد وبيلبق للأغنية فعملناه. جوزيف حفله بعين سعادة ليتابع بعضه جدول نشاطاته الصيفية المزدحم لها العام بين لبنان والخارج، وهو الفنان المعروف بنشره لأجواء الإيجابية بكافة حفلاته.